بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله عظيم الإحسان، واهب الأمن في الأوطان، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل الخصال الحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن اتقاه جزاه الرضوان وجعله من أهل الجنان. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. عباد الله، إن الأمن في الأوطان من أعظم نعم الله على الإنسان، ومن عظمة هذه النعمة أن سألها الأنبياء والمرسلون، وطلبها عباد الله الصالحون. فهذا إبراهيم عليه السلام سأل الأمن للوطن مرتين. مرة سأل الأمن للوطن عندما أمره الله أن يكون بمكة قبل البناء والتعمير، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ومرة سأل الله الأمن للوطن بعد البناء والتعمير، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالدعاء للوطن قبل التعمير وبعده يدل على أن من حق الوطن الاستمرار في الدعاء له بالأمان، وأن ذلك حق من حقوق الأوطان، وأدب من آداب أهل الإيمان. وقد كان نبينا الكريم يحب الأمن لوطنه، ويعرف قيمته ويسأله ربه، فقد كان يقول لأصحابه: لا تسألوا الله لقاء العدو، واسألوا الله العافية. وكان يدعو لوطنه بالبركة فيه وفي ثماره وخيراته. أيها المؤمنون، إن الأمن في الوطن نعمة كبرى ومنة عظمى، والنعمة حقها أن تشكر، والنعمة حقها أن تشكر. فالشكر يحفظ النعمة من الزوال، ويقي صاحبها سوء المآل. بل أقسم رب العزة والجلال بزيادة الشاكرين، والزيادة شيء فوق حفظ النعمة من الزوال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها المؤمنون، إن شكر الله يكون بالمداومة على طاعته واستعمال نعمته في مراده. ومن ترك طاعة الله واستعمل نعمته في غير مراده، نزع الله عنه نعمة الأمن، وأذاقه لباس الجوع والخوف والحزن. وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فحافظوا على النعم بالإيمان، واطلبوا من الله زيادتها بالشكران. أقول هذا الكلام وأسأل لي ولكم مغفرة ذي الجلال والإكرام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن نعمة الأمن تأتي معها نعمة السعة في الأرزاق. فالآمن في وطنه يستطيع أن يضرب في الأرض ويجد في طلب الرزق استجابة لدعوة الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن ربكم الرحمن الرحيم قد أمركم في الذكر الحكيم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه الأبرار المتقين. اللهم احفظ بلدنا عمان، واحفظ لنا نعمة الأمن والإيمان، وبارك لنا في الأزواج والأولاد والأرزاق، وامنن علينا بالرضوان، وحسن أخلاقنا يا رحيم يا رحمن، وافعل ذلك للمؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، وأيد راية المؤمنين. اللهم احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا يدفع بعضه بعضا، وتروي به سماء أرضا، وتبدلنا به من بعد جدب خفضا، حتى تطفح به الوهاد، وتحيي به الميت من البلاد. اللهم اجعلنا لنبينا محمد في الجنة جيرانا، ولقنا يا الله منك مغفرة وفضلا ورضوانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.